أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. أعزائي المشاهدين، لنرحب معا اليوم بضيفنا الأستاذ حسام من HBC House of Business City. بداية أهلا وسهلا أستاذ حسام. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لتواجدك معنا اليوم، ولو تعرفنا شوي عنك وكيف كانت بداياتك مع HBC. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي حسام قرقش، أردن جنسية، وصلت على الإمارات عام 1999. بدأت فيها كمحاسب عام، تدرجت بعديها من محاسب عام إلى مدير حسابات ومدير مالي. بعديها جتنا الفكرة أنه نبدأ في الأعمال الخاصة كمدقق حسابات. دخلنا في مجال التدقيق في 2007، فكانت عندنا أول شركة في 2007 فتحناها، وبعديها في 2013 قمنا بفتح HBCS. ما شاء الله أستاذ حسام. أستاذ حسام، ممكن تحكي لنا شوي عن الخدمات اللي بتقدموها بالHBC؟ هلا احنا الاتش بي سي كونسبت تبعنا هي عباره عن هاوس اوف بزنس سيتي، كامبريلا لوان ستوب شوب، عباره عن وان ستوب شوب لجميع الخدمات المختصه بالاعمال او البزنس، اصحاب الاعمال او كذا. فمهمتنا عندنا انه او التارجت تبعنا انه لما يوصل عندنا صاحب العمل ماشي، نبدا معه من A to Z، نبدا معه من الفيزا، من حجز الاوتيل، من المواصلات، من الاقامه، من فتح الرخصه، من تعيين الموظفين، اقاماتهم، اذا في عنده الحسابات البنكيه بنأسس له اياها كمان. بعديها بنقدم له الاعمال الماليه، من حسابات، من ضريبه، من اوديت. بنقدم له بعديها تعاملات البنكيه، اذا في عنده تعاملات بنكيه برضه احنا بنتابع معه التعاملات البنكيه تبعته اللي هي خاصه ما بينه وبين البنك. إذا في عنده ترجمة، في عنده حجز أوتيلات، في عنده سفاة، في عنده إشي بخصص بالسياحة، بخصص بالمحامين، هذا كله عندنا إياه. فالمين تارجت تبعنا إنه نوصله إحنا نكون عندنا أمبريلا لوان ستوب شوب. في طبعا تحت الـ HBC كذا شركة، في عندنا تحتينا استشارات، في عندنا أوديت، في عندنا خدمات بنكية خاصة فينا، وفي عندنا طبعا علاقات مع بعض الشركات الخاصة اللي بتقدم الخدمات الثانية من خلالنا. احنا برضو كمان ايجنت عدد لا يقل عن 15 فري زون معتمدين عندهم بدولة الامارات، بلس انه احنا ايجنت لأوفشور كومبانيز في راس الخيمة وبيع عجمان، بلس عندنا كمان برضو ايجنت لأوفشور بكيمن ايلاند. عندنا هلا حاليا الخدمات تبعتنا نقدمها اللي هي الاوديت، البوك كيبنج، الفات، البزنس سيت اب، البي ار سيرفيسز، والخدمات الماليه. طبعا تندرج تحتيها بنود كثيره خاصه فيها. ما شاء الله. استاذ حسام، ممكن تحكي لنا كيف تميزت خلال السنوات السابقه وكيف اثبت نفسك في المجال هذا؟ والله احنا تميزنا انه احنا العميل عندنا بيفوت فبلاقي كل الخدمات اللي عندنا، ما بيجي عندنا بيطلب كذا فنقول له لا روح عند كذا او ممكن نسوي لك كذا، او حتى لو ما بنعرف بنقول له اعطينا بس 2 days اذا كان شغل جديد او كذا بنجيب له اياها المعلومه. فهو فعليا ما بيحتاج يطلع لبرا، بنلبي احنا كل شيء من عندنا. طبعا بنعامل كل عميل عندنا كاول عميل، كانه هو العميل الوحيد اللي عندنا ماشي. كل عميل مهما كان صغير مهما كان كبير هو اهم عميل بالنسبه لنا، بنتابعه اول باول، احنا اللي بنلاحق ورا الزبون، ما بنخليه يحتاج شيء، ما بنخليه يتاخر، ما بنخليه يتعطل. اذا في عنده اي مشاكل معينه بنحاول قدر الامكان نحلها قبل ما هو توصل له. هاي الخدمات بلاقيها العميل بعد فتره انه صار في عنده بروجرس كثير عالي على الشغل تبعه، وهو في يعني باقل جهد بالنسبه له. بالاضافه الى برضه كمان تميزاتنا، تميزنا في موضوع تاسيس الشركات. احنا عندنا عملاء الحمد لله من مختلف دول العالم، من أوروبا، من الخليج، من شرق آسيا، من البحر المتوسط. أسسنا كثير شركات في البلد، وهلأ حاليا عنا حملة دعائية كاملة على الموضوع، على مصر، على السعودية، على أوروبا، على الخليج كاملة، على الأردن، على دول الشرق. بالنسبة لتأسيس الشركات، إحنا مش بس بنأسس الشركة، من أسس الشركة من برضه بنقدم الخدمات المالية ما بعدها، ما بعد اللي هي خدمة ما بعد البيع، بس احنا عندنا ما بعد التأسيس بنقدم الخدمات كلها كاملة، بنفتح له الحساب الضريبي، بنفتح له البنك، بنفتح له، بنقدم له كمان المكتب اللي بيحب
يتواصل معه. عندنا كمان كونكت مع ريل استيت ايجنتس، بلس انه في عندنا كمان البوك كيبنج والامور هاي، فبنكون معه تقريبا على مدار العام بنتابع كل اشغاله كامله ماشيين من A to Z لحد ما يوصل لنهايه السنه الماليه تبعته. بس حسام تعال نحكي شوي عن المستقبل، شو الخطط المستقبليه؟ وين بتشوف اتش بي سي خلال السنوات القادمه؟ المستقبل عندنا هلا حاليا احنا دخلنا على مجال كمان عندنا اللي هي السكند باسبورت، باختصار من كندا من اليو كي وفي بعض الدول الثانيه اللي هي تختص في الانفستمنتس اللي هي تكون من غير الاقامه من غير الريزيدنسي، شغالين عليها هلا حتنطلق عندنا تقريبا على خلال 10 ايام ان شاء الله. بالنسبه كمان عندنا الافرع، فتحنا فرع في بريطانيا، عندنا فرع في بريطانيا بلندن، حنقوم في بنفس المجالات هذه بحيث نستقطب احنا خدمات من اوروبا اللي يفتحوا شركات عندنا هون داخل دبي. وفي عندنا هلا حاليا كمان مخطط انه نفتح في مصر مكتب لنا برضه كمان ان شاء الله عشان يكون باك اوفيس انه يقدم لنا خدمات ويدعمنا في اعمالنا. ما شاء الله، اتمنى لك الافضل. الله يخليك يا استاذ حسام. من خلال خبرتك الطويله في مجال البزنس، شو نصيحتك لاي مستثمر او اي حد بحب يجي يفتح بزنس او يستثمر بدبي؟ والله خبرتي في الامارات من شيء 24 سنه هي، طبعا بتعرف كل البزنس بيكون اب اند داون اب اند داون. الامارات الوحيده اللي هي فعلا اب اند داون، ما عندها داون دائما، يعني حتى الداون تبعها بيكون اقل فبوصل لدرجه معينه برجع بطلع مره ثانيه. التطور فيها ما شاء الله لا متناهي، النظره المستقبليه ل حكومة الإمارات لا متناهية ما شاء الله، فهاي برضو تدعم. بلس في عندك أهم بند اللي هو الأمن والأمان، هذا إحنا يعني نفتقده كتير في بعض البلدان وبلداننا وكذا وبعض البلدان الخارجية. طبعا الله يحمي كل البلدان والله يحمي كل العالم إن شاء الله من أي أخطار ومن أي مشاكل. شكرا جزيلا استاذ حسام. قبل الانتهاء بدنا نخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع اتش بي سي. ممكن تتواصلوا معنا، احنا موقعنا في البزنس باي بتشرشل تاور اوفيس نمبر 1605، او تتواصلوا معنا على القنوات الاجتماعيه اللي هي الفيسبوك او الانستغرام او اللينكد ان او التويتر او وات ايفر، كله موجود. شكرا جزيلا استاذ حسام. الله يخليك يا رب. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم اي بي سي الخليجيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.